دايما كان يجي في بالي سؤال، علاش يقولوا الجزائر قارة؟ هل بسبب مساحتها الجغرافية فقط كونها أكبر بلد في إفريقيا؟ أم أن هناك أجوبة أخرى؟ سألتكم في حساباتي والبعض منكم قال بسبب تنوع تضاريسها ومناخها ولغاتها ونهجاتها وعاداتها، ومنكم من قال الفارق الزمني بين الولايات، وكل ما تدخل ولاية تحس كأنك سافرت لدولة أخرى تماما، كل شيء مختلف. ويوجد من قال أيضا أنها تجمع بين الصحاري والرمال، الغابات والجبال، الثلوج والبحار. أنا جواد، رحالة جزائري، أسافر حول العالم. قررت نتجول في بلادي باش نجاوب على سؤالي، علاش الجزائر؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح الخير عليكم، أصبحنا وأصبح الملك لله. من وين؟ من لؤلؤة الغرب الجزائري، بنسان. فهل تستطيع هذه المدينة الساحلية تجيبنا على سؤالنا، علاش الجزائر قارة؟ تابعوا الفيديو حتى الأخير وما تنسوش تعطونا لايك للفيديو. احنا الآن في ولاية ما نسمعوش عليها بزاف مقارنة بولاية الغرب، واللي هي ولاية تيموشنت، وبالتحديد في بنيصاف. والمدينة تحسها مبنية على الطراز الإسباني، كل أزقة المدينة تزود في اتجاه واحد وهو الميناء. الانطلاقة على البلوك تاعنا راح تكون من هذا الميناء. رانا هنا في مدينة بنيصاف، هي مدينة بنيت في العهد الاستعماري، بنيت على أساس اكتشاف منجم الحديد بالمنطقة. عندنا اكتشف في منطقة في شرق بنيصاف بمنطقة كامراطا، ثم وجد منجم دار الريح، وعندما وجد منجم غال بارود قروا إنشاء ميناء. إذن الميناء في الأصل لم يكن من أجل الصيد، وإنما كان خاص لتصدير الحديد لكثرة المناجم في المنطقة. رحت على تبنين صاف هذا بور معروف على التاريخ الجغرافي تاع الجزائر. تاع بنيصاف معروف بكري وقت اسبانيا كان وقت اسبانيا معروف هذا البابو، هذا البابور هنايا كان هنا، كان يدخل البابور تاع المعدن، والبابور تاع المعدن يدخل هنا، الرولاني تاعها عند الرستور هنا، واللون تاعها في القنقع. كان يدخل البابور تاع المعدن من يعمرو وقت في فرنسا بور معروف، وهاياك هذه هنايا كانت الرايه تاع الماشينه، كانوا اللي فاقويا كانوا يدوا من المعدن، كانوا منا يجيبوا المعدن من فوق ويهودوه ويعاود يجيبوا لهنا يباركيوا في البابور ويروحوا للخارج. المعدن شنو كانوا يجيبوا فيه؟ شاول المعدن الجديد؟ واه يخدموا به الحديد. وين كانوا يدوه؟ كان يديوه لطاليان. اوه واه بكري كان يديوه لطاليان. كان بابور يجي هنا تاع المعدن، وبابور حشاك بتاع شراب لهي وراهم الارمي. اها تما، وكان الوسطاني يستنى الشراب يديروا فيه هكا طويل هكا. فرنسا ما كانش تدي المعدن؟ دات قليل فرنسا، دات قليل فرنسا، هي اللي كانت شادة كاع خملت من الجزائر، خملت يا أخي. المعدن كان يجي لهنا لي فاغون، كان يجي على السكة، وكان يجي لهذيك الناس سميوه الغربال، كان تما يغربلوه. كان كاين ان شارجور، كانوا يجيو البوابر هنا يتراكيو ويجي هذاك الشارجور يعمل لهم المعدن. كانت كميه كبيره تلحق حوالي 500,000 طن في العام، يعني سنويا، ولحقت حتى دي ريكور تاع 750 حتى 800,000 طن. هذه القاطره من الشواهد اللي شاهد على النهب تاع الاستعمار الفرنسي لثروات الجزائر. فكما وريتكم يعني المصنع اللي راه الفوق هنا امامي كانوا يجيبوا فيه بالقاطرات ويفوتوهم منا، يعني وهذه موجوده في المطعم، لما تجوا مطعم مارينا راح تلقوها الفوق، قولوا لهم يوروها لكم. فهذه واحده من القاطرات اللي كانوا ينقلوا بها الحديد واللي خرجوه بالبور. وهذا شغل هذا مصنع بنيصاف. بنيصاف معروفه، كانت معروفه قديما بالحديد، والحديد هو اللي خلاها تتوسع وتكبر، والميناء كان صغير وزاد كبر. هذه الطريق هي السكه الحديديه زمانا، يعني كانت شيء منا، وهاولا البور، هاولا المطعم، وتزيد تمر حتى لهنايا وتروح مباشره في البحر. وبالك تلاحظوا، شوفوا مازال التربه حمراء،
اللي مازال حمراء. وبالفعل هذه واحده من الشواهد اللي تبين لك بلي ان فرنسا طلعت برج ايفل بالسرقه تاع الحديد من الجزائر. اكثر من 70% يقول لك برج ايفل تبنى بالحديد تاع الجزائر او ممكن اكثر انه كان عنده جوده عاليه. ils ont déclaré que qu'on voit 75% de fer اللي داوه منا اللي خدموا به البون ايفل ولا تور ايفل. حقرونا داو لنا الحديد تاعنا. هذه هي لا تور ايفل باري مخدومه منا من هاد لامين غير هاد. وحنا خصنا نعرفوا هنا نقطه هامه ان لا ترانسفورماسيون تاع الحديد هي كيما نقولوا في فرنسا ما درتناش الصناعه هنايا. لا ترانسفورماسيون كتندار اون اوروب. دونك هذاك الحديد من يذوبوه في لي في لي في لي فور تاعهم في لاندستري تاعهم لا فري. دونك هذاك الحديد تاع بنصاف ولا تاع مليانة ما يهمش. المهم هو حديد تاع شمال افريقيا ولا تاع الجزائر. جماعه راح ندخلوا لواحد من المناجم تاع الحديد كما قلت لكم. رغم طول الطريق استطاع الاحتلال الفرنسي أن يختصره ويشرع في استغلال خيرات البلاد، فاكتشف الحديد في كامراتا وكانت جودته عالية تصل نسبة تماسكه إلى 50%، وهذه نسبة عالية جدا. لاحظوا هلا الحاجة اللي تبري هي برادة الحديد، وهذا دلالة على أن هذا الأنفاق كانت فيها الحديد وكانت تستخرج منها الحديد. شوف يدي هنا صحيح كذا. وهلا نجم نقولوا قطعة حديد هذه تقريبا منها تخرج ليكستري تاع الحديد هذا. والمعلومة أنه الحديد تاع بني صف كان نقي جدا. هذه جماعة وصلنا لآخر نفق ودرنا الروندوني هذه كاع. شو تمشينا في كاع هذه الطريق باش نوصلوا هنا. هاي بسم الله قلع جاوة. تشوف كنت نشوف هذاك المنجم وهذاك المنجم كما نعرفه قلت لك يتفرع وهذا التفرع تاعه اللي كان غادي يخرج الأجمل والأفضل ولا الأروع. ما شاء الله. واش رايك؟ الله اكبر سبحان الله. وتحولت مدينه بني صاف المنجميه الى مدينه السمك بعد استنفاد المناجم التي كانت موجوده بمحيطها وغلقها سنه 1975. من بينها منجم غار البارود الذي كان عبارة عن فتحة عميقة يستخرج منها معدن الحديد في طوابق. فبعد انتهاء عمل المنجم وتوقف عمل المضخة تجمع الماء هناك، فتحولت المدينة من الحديد إلى السمك وأصبح الميناء مخصص للصيد فقط. فإنه لمن الضروري التذكير بأن ميناء بني صاف كان يجمع وحده ولسنوات قليلة بعد الاستقلال نصف الإنتاج الكلي في الجزائر، أي 50% من إنتاج السمك سنويا. هذا راه ميلي سولار كما نقولوا حنا، راه بيديروا الشكار راه بيوجدوا باش يخرجوا يخدموا. هنا عندنا الراديو فيا شاف، ها هو الراديو فيا شاف. عندنا السوندير باش نعرفوا الاسباك، هذه هي اللي تديك لنا الاسباك. زيدنا شنقول خويا شنقول لك بلاصه تاع الشوفير هذه. هذه بلاصه تاع الشوفير من يكون يريح تاع القبطان يكسر روحه ملي يكونوا خدامين ان شاء الله. السلام عليكم. هذا هو الحاج تاعنا، الحاج لونسيان كاع لونسيان بيشور بيرسقه، وراه عنده دو جوج تاع لي سارديني وراه في عمره الله يبارك 80 عام. تشوف فيها 80 عام الله يبارك 80 عام. واش راه عندك خدمه تاع خدمه؟ عندي 65 عام. 65 عام الله يبارك. واه خدمت درت الكارني تاع البحر هنا كانت مولا 17 عام عندي في عمري الله يبارك. هذا هو فلاجيري، هو البرومي دو بور دو باش تاع في غوتا تاع في غوتا. وين ان سيرتان مومون لو بور دو بيني صاف كان لو بروميي في لا برودكسيون تاع البواسون خاصة لا سردي. يقولوا لا ميور سردين تاع بيني صاف. خويا ها لا سردين دو بيني صاف، سي لا سردين دو فون، سي لا سردين دو بيني صاف. هذه هي المشهورة، هذه راه عادة كي بدات تكبر، كانت بيبي صغيرة وراها تكبر. بني صاف سي لا بروميير دايرة ابري لانديبوندونس. وحنا معروفين بوكو بلوس بالحوت تاعنا، الحوت تاع لا ريجيون تاعنا شوية شباب، ما نشكروش باش ما نعينوش روحنا. شنو اللي ميزة على الناس؟ تاعنا شوية سبيسيال باسكو ما عندناش لافاز، حنا ما عايش في الرملة ولا عايش في لي غوشي. ما في وهران باش يبيعوا حوتهم يقولوا الحوت تاع بني صاف. علاش يقولوا بالحوت تاعنا؟ تصاري لك كيما واحد البلاد كنا بكري كنا واحد الغلة تاع الأرض اللي في البحر واللي في البر. اللي في البر كاين البلاد اللي تمد الخيرات وكاين البحر اللي مدعاه يمدوا الخيرات. قوت لي كانت لا سردين شابه بيني صافو بزاف إذا اسبانيول وكاو بقاو يديروا جورني عليها وخلاوها على العام كوم فات كوم حنا نقولوا برومي نوفمبر ولا يديروا لا
لا جورني لا ساردين ديروا ينفاد نلموا على البحريه هكا لا ساردين باطل بعد نديروا شوايه ونديروا الشوايه واللي يجي ياكل باطل ني جورني لا ساردين ولا كاليتي تاعها سي مي كاليتي في الجزائر في الجزائر فوالا لا ساردين دو بيني صاب سي ضمن مي كاليتي في الجزائر ما كانش وقتها اللي يقول لك تاع بوجال هادي ولا تاع هادي ولا ما كانش سي بيني صاب وبيني صاب معروف لا ساردين ولا مين وكي لا مين خرجت صغليناه شاليتي بقاو السيد البحري صغله اللي طوروه كبير هكا هذا هو الكبير في صيد البحري ماشي كوميرسيال شي طيب لهم كيجي شي طبيعي شي تمتعهم شي تمتعهم تحب لا فايلا اوكي فيالا لا فايلا تاني يقول راه شي هذا صوص راك تعرف باش زيان خصك تاكل لا صوص ما تضحكش انا مع اون بيرسون مع الشيف ايوه مع الكراميل مع النيجرو تاكل بعينيك تاكل بعينيك ما شاء الله شنو الابداع جماعة معلومات خفيفة على بيني صاف هل تعلم انه العروسة تاعهم تاع الراجل البونكي كيما نقولوا حنايا في العامية تاعنا يديروه بالحوت يعني لازم يكون الحوت نديروا كارديرو العرس حنا كيسموها كارديرو العرس تاع الراجل لازم يكون ديله تاع زعما حنا تاع ثلاثة أربعة باريكسون صح كاين اللي يكون شوية مليح يديرها وحدة وكاين اللي كونتيزي وصحابه ايه يشريو هكا الحوت صحا والمير يجي في الخلاوه كاع لا سوب دو بواسون لا بايلا كاع توت لي بواسون لا جماعه هاي القعده اللي قلت لكم عليها مقابل البحاره هنا راهم يخدموا صوالحهم وهاي هنا لا بارينا والناس شوف جايبه قشها جايبه صوالحها تاع الصيد ماكلتهم وكاع ويبداو يصيدوا صاي ها هنا يصيدوا كيبداو يخرجوا باللي باطو هادو وكانت كانت شياده بزاف كان الحوت مش كيما دروك راه قلال الحوت بزاف السياده راه شويه قليله وراه شويه قليله اكشني المصروف تاع البوس مصروف تاع الغريان المصروف تاع البوس ربي يرزقكم ربي يرزقكم شنو خرجوا من البحر الحوت زعما هكا السردين الخوران صوبان صحا لاتشا وكاين نهار زعما روحت وما خرجت والو كاين نهار طوا ما يكونش فيها تخسر 100000 150000 عاود تلحق الصيد البحري والثروه السمكيه في تناقص وقادر في يوم ما يقول لك الحوت ما كاش كما كان كاين الحديد وما بقاش وبعد جولتي هذه في المنطقه لاحظت انه من الواجب الاعتناء وتطوير السياحه بها اكثر لانها قد تكون رصيد هام في تنشيط هذه المدينه لما تملكه من مقومات سياحيه عالميه وقد تكون الحل لبعثها من جديد فما لازمش نعتمدوا على مصدر واحد وخاصه ولايه عين تموشن عندها كنوز ومقومات عالميه لم تستغل بعد ما شاء الله على جمال بلادي اللي مازال ما استغليناش ومازال ما عرفناش ومازال ما قدرناش ومازال ما عطيناش قيمته هذه هي الجزائر تحتاج الاستثمارات هل تعلم انه في بينيصاف يوجد اكواريوم اللي تقدر تجي تفيزيتيها ومجانا وراح تلقوها بجنب الشاطئ الرئيسي لبينيصاف شاطئ الاكواريوم كي تجوا هذا الاكواريوم من بيكم انكم تعاونوا بالشيء اللي تقدروا عليه اصلا الا جيتوا هذه اصلا معونه في حد ذاتها انكم جود فيزيتو هذه الاشياء لانه راح تنشطوها وراح تحيوها فاللي يجي هنا الاكواريوم يستمتع بالحوت يستمتع بالمنظر باش يحيوا به الجانب السياحي تاع هذا المكان هذه وروحوا زوروا هذا المكان تخيلوا انه سقسيت بزاف ديجان هنايا قلت لهم على الاكواريوم حاسبينها بلي راهي مبلعه يعني قالوا لي بلعت هذه في شعل وهي لا راهي خدابه اذا جماعه عندهم مشروع هنا باش يديروا ميوزي يعني ميوزي تاع الاكواريوم هنايا والمدخل راح يكون منه وشوفوا راهي فارغه تماما شوفوا ها ولا يعني راه واجد باش تدير فيه حاجه كيما تاع ميزي فالناس بزاف تحسب انه هذا اكواريوم فقط كيما انا كنت حاسب انه اكواريوم هو ليس اكواريوم فقط انه مركز ابحاث كيما كتشوفوا رانا داخل لابوراتوار راهم يربوا فيه هذه يهتموا به جماعه بيني صاف في لي تيراس اللي طلعوا على البحر تفوز هي اللي تفوز في الجزائر كل شيء عندها تيراس سواء كانت منازل مساجد سبيطارات مراكز كيما هكا كل شيء طلع على البحر شوف ما شاء الله انا الفوق كاع في السونتر تاع الاكواريوم على مقربه من واد تافنا وعلى بعد 7 كيلومتر يوجد شاطئ رشقول الجميل ونظرا لامكانياته السياحيه العاليه التي ترسمها تلك الشواطئ الذهبيه مرحبا بكم في شاطئ مدريد هذا الشاطئ المفضل عندي هنا في مدينه رشقول اللي ما نجموش نحكوا على السياحه بلا ما نحكوا عليها يعني كاين بنيصاف تبعت لها رشقول كاين الشاطئ الرئيسي رشقول اللي هو الشاطئ الكبير اللي يجوه الناس وشاطئ مدريد هذا اللي جاي صغير الحاجه الاولى عندك الغوص تقدر تروح تغوص في جزيره ليلى او انك تكتشف جزيره ليلى كما احنا راح نديروا الان راح نخرجوا بالباطو ونروحوا نشوفوا جزيره ليلى
اللي هي رشقون اللي احنا نقولوا ليلى لا إسلا لا إسلا وان إسبانيا. رحنا للجزيرة مع قارب باتو زد آن المعروف بقيادته المحترفة والمجنونة للقارب السريع. وصلنا للجزيرة وقبل ما نصعدوا ليها درنا دورات خفاف بالجيتسكي، وهذه كانت أول مرة لي نركبها صراحة، إحساس مختلف لازم كل واحد يجربه ولو مرة. والآن وقت غروب الشمس وحان الوقت باش نشوفوا الجزيرة من الفوق وماذا يوجد فيها. جماعة بعد ما فطرنا هنا يا قعدنا قضينا نص يوم، أول مرة سيد جيتسكي إحساس ولا أروع، يعني سيبتو بلا فيتاس. فدروك أنا طالعين جزيرة ليلى، آية المغامرة راهي طالعة، تطلع آية المغامرة. الهدوء، شوفوا هذيك أرض، يعني تخيل شا تقدر تدير هنايا، محاطة بالبحر، وهاي الفضاء وأنا رايحيلها الآن. ودائما دائما نقارن هذه الجزيرة بجزيرة الكاتراز اللي ولت مزار سياحي عالمي. هذه الجزيرة عندها تاريخ، عندها تاريخ كبير، وهي حقيقة تحكي كاع التاريخ تاع المنطقة. إذن جماعة وصلنا إلى جزيرة ليلى وفوق في المنارة أنا في وسطها. في الجزيرة بناو هذيك المنارة. منارة عندها منارة ما يكونش عندها أن سونس إلا يكون ميناء. دونك بنوها ابري 1880 مع نهايه بناء الميناء. الميناء كملوهم 1882 تما اللي بدات لاكتيفيتي تاع لو بور، وتما اسو لا كومون دو بينيصاف، تما بدات بلديه بينيصاف اون 1882 1883. وشيء اخر مهم ما ننسوش لاحظته لما كنت قاعد مع عائلتي في عطله صغيره دامت 10 ايام هو التربيه والاحترام والترحاب لسكان هذه البلده. تحس ان عندهم ثقافه سياح موجوده لديهم. وشكون اللي قالت موشد ما فيها والو؟ رانا في واحد من اكبر القرى المائيه لزاكوا بارك، ماشي في الجزائر، في افريقيا. من ناحيه الطول يعني طوال بزاف يوصلوا حتى 35 متر، ومن ناحيه الضخامه تاع الالعاب يعني طوبوغون واحد كبير. حاجه الاولى تورنادو، هذا من اضخم لي طوبوغون في افريقيا كاع. شوفوا شحال كبير. والشيء الزاوج، الزاوج هذا تاع الافعى وهو الوحيد الموجود في افريقيا كاع، ما كاش واقيلا واحد ولا زوج موجودين في افريقيا هذا تاع الافعى. شوف جزيرة ليلى تشوفها من هنا وبعدها، هذه جزيرة ليلى وين نروح تلحقني؟ حارة تبان قدامي، طوبوغون قدامي. رانا أنفاس ليها. رانا قالوها لي في قاع، في مدريد قالوا لي راك أنفاس ليلى، هنا قالوا لك أنفاس ليلى. الله يسهل. بكم عندنا في رشقون، رشقون شابه راهي معروفه كاع في القدر الجزائريه. نرحبوا بالضيوف تاعنا ومرحبا بهم عندنا كل عام، مرحبا بهم سياح كاع الولايه يجوا. ورانا هنا حتى الستة تاع الصباح، ما 24/24 هذه اللي راني دايخ فيها انايا. الناس يكون نحسانه وفيها النعاس، كي تجي رشقون هنا كل شيء يروح، نروح النعاس يروح كل شيء. دائرة بني صاف ولايه قيتي مشد، نشكركم على زيارة هذا الشاطئ. كما راك تشوف الغاشي هما هنايا الله يبارك، راه دروك شحال راهي قريب الزوج تاع الصباح. انا ماني فاهم والو، ما جا عيد كبير ما جا عيد صغير، ما والله لومبيونس. وحتى في المشتى، في المشتى نقسم لك بالله لو ويكاند تقول انا في موادود. الحمد لله ومرحبا بكم، بارك الله فيكم. ما تعرفش عليك الاسم؟ لبان الغربي. لبان الغربي، لبان الغربي كما قال لكم جماعه رشقون. في كلمه انه لومبيونس ما تحبش هنايا. مرحبا بكم. ها المايس، ها المايس، تضرب حبه 4 ايام ما ترقدش. اظن ان المدينه جاوبت على سؤالي ولو بالقليل. واحد الغله تاع الارض، اللي في البحر واللي في البر. اللي في البر كاين بلاد اللي تمد الخيرات، وكاين البحر اللي مطحه
يبدو الخيرات. فرنسا ما كاش تبدي المعدن دات قليل. فرنسا دات قليل. فرنسا هي اللي كانت شاده كاع خملت من الجزائر. خملت يا اخي. فالجزائر قاره بثرواتها المتعدده، بعدما كان الحديد الثروه التي اعتمد عليها سكان اهل المدينه، ظهرت ثروه جديده وهي الثروه السمكيه، وهذا كله في مدينه صغيره جدا، فما بالك بالمدن والولايات الاخرى. وفي الاخير قولوا لي نتوما، واش هي الولايه والمدينه اللي تقدر تجاوبني على سؤالي علاش الجزائر قاره باش نزوروها ونتعرفوا عليها؟ وخلوا لي في التعليقات ارائكم. سليم.